من علو اللي علو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء بصعود للمعالي بالهمم قد وصلت للتميز انقياء من علو اللي علو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء بصعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء. الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أبنائي طلاب مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والآن مع آخر مهارة من مهارات التنوين، وهي بعنوان تنوين الضم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآن مع آخر مهارة من مهارات التنوين، وهي بعنوان تنوين الضم. تعالوا لنتعرف على الفرق بين نطق الضمة والضمتان. هذه ميم ضم مو، وهذه ميم ضمتان من. هذه خا ضم خو، وهذه خا ضمتان خن. لكن هذا الشكل يدل على الإظهار، أي إظهار التنوين، أي لابد أن يأتي بعد هذا الشكل حرف من حروف الإظهار، إما الهمزة أو الهاء أو العين أو الحاء أو الغين أو الخاء. أما إذا أتى التنوين بهذا الشكل فلابد أن يأتي من بعده إما حرف من حروف الإضغام أو حرف من حروف الإخفاء. فإذا أتى بهذا الشكل وأتى بعده حرف من حروف الإخفاء فنخفي التنوين. أما إذا أتى بعده حرف من حروف الإضغام فنضغم التنوين. نقرأ هذا الدرس بطريقة النظر. ركز جيدا وردد من خلفي. موم بوب وو فوف ثوث ذوذ ضوض زوز سوس صوص توت توت دود طوط رور نون لول ضوض يوي شوش جوج كوك قوق خوخ غوغ حوح عوع هوه أوء. وهذه بعض الكلمات بها تنوين الضم. أفوق أفق أكول أكل حروم حرم عضود عضد قدوس قدس نكور نكر خشوب خشب رسول رسل سرور سرر حبوق حبك صحف صحف كتب كتب أذن أذن حقوب حقوب سبل سبل ثلث ثلث سبوع سبع
خمور خمور حمور حمور شهوب شهوب وإلى هنا قد انتهينا من درس التنوين. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.